غرق المزارع في منطقة الصويرة الشمالية محافظة واسط بعد ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة بسبب السيول والإطلاقات المائية الكبيرة. فلنشاهد. يابا هاي ارتفاع نهر دجلة بمنطقة الصويرة واسط الداور الشرقي غرق المزارعين والفلاحين راح زرعهم. خطية هاي العالم هنا زارعين، هذا الفلاح هنا وهذا عده حقل مال حلال، خطية الحقل مال تغرق كلها راحت. احكي بلكت الله يشوفك. الزارع انت راح، خضر راح، خيار راح، بتيته راحت، كلها راحت، حلالنا راح، هذا المكان كله غرق. زين اجوا وحذروكم قبل ساعه لا من وزاره الري ولا عادل عبد المجيد التبليغ ولا الري ولا كل واحد. هم المفروض يسوون ساتر تراب من نار دجله على من ما يقول ابد قبل يبلغون. هسه ما حد يبلغون ان شاء الله حلال. شو نسوي احنا؟ الزارع الزارع هنا هذا زرع شنو هذا؟ باذنجان. شوفوا هذا الباجله والباذنجان مالته خطيه مغطيه وصارف عليه لايلون. هذاك الليلون وذاك الخيار وهاي البيار حاطها بيها يعني تعبان تعبان خاصة لي 10 ملايين انا حاطي. هذا فلاح ذاب له 10 ملايين على قاعه وكل شيء ما حصل راحت خساره.